السلام عليكم ورحمة الله أبناء وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، مرحبا بكم في عام دراسي جديد. أسأل الله العلي القدير أن يكون هذا العام خير وسعادة عليكم وعلينا جميعا. معكم إن شاء الله في شرح مادة الجغرافيا السنة دي مستر سامي. في البداية، كتاب الجغرافيا السنة دي بيتكلم عن إيه؟ عن جغرافية مصر، عن جغرافية مصر. والدرس الأول اللي هو مدخل لدراسة علم الجغرافيا ده درس تمهيدي للقراءة فقط. يلا كده من خلال بقى العرض اللي موجود، السؤال المطروح والخريطة، عاوزين نتوصل لموضوع درسنا اليوم، نتوصل لعنوان درسنا اليوم. زي ما انتوا شايفين كده، دي خريطة ايه؟ برافو أحسنتوا، خريطة إفريقيا. والسؤال بيقول أين تقع جمهورية مصر العربية؟ برافو، ايوه حددنا مصر اهي. برافو، انا سامع ناس كتير جدا بتقول لي تقع في الركن الشمالي الشرقي من قارة افريقيا، احسنتم. وبرضو لو وضحنا اكتر اهو وكبرنا خريطة ايه مصر. طيب من خلال السؤال والعرض ده قدرنا كلتنا، ايوه انا الاقي ناس كتيرة جدا بتقول لي موضوع درسنا اليوم، احسنتم جميعا، برافو، موقع مصر. موضوع درسنا اليوم موقع مصر، وانا بقى هكمل عليه واهميته. خلاص، يبقى موضوع درسنا اليوم موقع مصر وأهميته. وبقى الدرس كده مقسم لقسمين، القسم الأول موقع مصر والقسم الثاني أهمية موقع مصر. تمام. طيب معايا سؤال مهم جدا، السؤال كم تبلغ مساحة جمهورية مصر العربية؟ طبعا احنا عرفنا في سنوات سابقة كتير مساحة مصر قد ايه. برافو أحسنتم جميعا، سامع ناس كتيرة بتقول، برافو انتوا شطار ومركزين ومصحصحين، ناس كتيرة جدا بتقول 1 مليون كيلومتر مربع، وهي بالتحديد 1,019,600 كيلو متر مربع. طب دي بتعمل قد ايه مساحة مصر؟ نسبتها قد ايه من مساحة افريقيا؟ برافو، 3%، 3%. يبقى زي ما قلنا كده، مساحة جمهورية مصر العربية 1,019,600 كيلو متر مربع، ودي بتعمل نسبة 3% من جملة مساحة افريقيا. طب معايا برضو سؤال مهم، بما تفسر اكتسبت مصر في الماضي والحاضر اهمية كبرى، ايه السبب اللي ادى لمصر سواء في الماضي او في الحاضر اهمية كبيرة؟ برافو عليكي، احسنت الموقع صح كده. خلاص، يبقى زمالكو استنتجت من خلال العرض اللي احنا عرضناه اللي احنا ايه؟ اللي احنا بنتكلم على الموقع. برافو عليك، ودي طبعا عملية ربط. يبقى هنا اكتسبت مصر في الماضي وفي الحاضر وما زالت في الحاضر بتكتسب أهمية كبيرة بسبب إيه؟ موقعها اللي هو كان عامل مؤثر في تاريخها، والكلام ده مش من دلوقتي، ده منذ العصور إيه؟ القديمة. يبقى نقول بسبب إيه بقى؟ موقعها الذي كان عاملا مؤثرا في تاريخها منذ العصور إيه؟ القديمة. تمام. طيب ماذا يرى جمال حمدان عن موقع مصر؟ جمال حمدان ده بالمناسبة جغرافي مصري شهير لمؤلفات كتيرة، من أشهرها إيه؟ شخصية مصر، دراسة في عبقرية إيه؟ المكان. تمام. طب تعال نشوف جمال حمدان كده بيرى ايه، شايف ايه؟ شايف ان مصر بتستمد وحدتها الطبيعيه من الموقع، ودي ده اللي على شيء يدل عليه. برافو احسنتم، يدل على ان موقع مصر متميز. خلاص، يبقى شايف ان مصر بتستمد وحدتها الطبيعيه من ايه؟ من الموقع. وتبدو في شكلها اللي هي مصر اقرب الى المربع، وفعلا احنا لو بصينا لخريطه مصر هنلاقي ان هي اقرب ايه؟ الى المربع. طب جمال حمدان شايف ايه تاني؟ بيرى ايه؟ بيرى انها بجسمها، بيرى ان مصر بجسمها النهري قوة بر، لان كلنا عارفين نهر النيل داخل مصر، فبدي مديها قوة ايه؟ بر، ولكن بسواحلها قوة بحر. لا، سواحل على البحر المتوسط في الشمال وعلى البحر الاحمر في الشرق، ودي مديها قوة ايه؟ قوة بحر. تمام. طب تعالوا كده، دي صورة ايه؟ جمال حمدان اهي. تمام. وطبعا زي ما قلنا ان هو ايه؟ ان هو جغرافي مصر شهير وله مؤلفات كتيرة، من اشهرها شخصية مصر، دراسة في عبقرية ايه؟ المكان. تمام. طب نكمل بعد كده بقى، الموقع الفلكي لمصر. طالما احنا هناخد موقع مصر يبقى هناخد ايه؟ وايه؟ برافو، برافو عليك احسنت، يبقى هناخد موقع فلكي وموقع جغرافي. طيب ايه هو الموقع الفلكي؟ ما المقصود بالموقع الفلكي؟ طبعا اخدنا برضو الموقع الفلكي كتير في سنوات سابقة، برافو عليكم جميعا، سامع ناس كتير جدا بتقول الموقع الفلكي هو موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول، وده طبعا بيبقى ايه؟ وهمي. طب يعني ايه وهمي؟ احسنتي، يعني موجود على الخريطة فقط. يبقى الموقع الفلكي هو موقع المكان، المكان اللي احنا بندرسه. طب المكان اللي بندرسه النهاردة ايه؟ مصر. تمام. طب موقع المكان بالنسبة
برافو عليكم، هو موقع المكان بالنسبة لدوار عرض وخطوط الطول. طيب تعالوا بقى من خلال الخريطة، طبعا خريطة مصر، هنحدد بقى الموقع الفلكي لمصر. هذه الخريطة اهي، عاوزين نحدد الموقع الفلكي كده. لو قلنا أكمل تمتد مصر بين دائرتي عرض كام وكام؟ أيوة برافو، 22 شمالا إلى 31.36 برضو شمالا. ولاحظوا كده لما بقول شمالا يبقى شمال دائرة إيه؟ الاستواء. طيب أنا عندي الامتدادين بتوع مصر الاتنين شمالا، يعني كده مصر بتقع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية اللي هي شمال دائرة إيه؟ الاستواء. طيب كده مصر بتمتد في كام دائرة عرض؟ بتقع في كام دائرة عرض؟ أنا كنت قلت لكم في تالتة إعدادي لو كان الامتدادين في نصف واحد بنجمع ولا بنطرح؟ يعني بنعمل بلس ولا ماينس؟ أحسنت برافو، بنطرح. لو الامتدادين في نصف واحد زي النصف الشمالي كده بنطرح. طب لو كان امتداد في نصف وامتداد في نصف آخر بنعمل إيه؟ آه بنجمع، بنعمل بلس. تمام، مصر بتمتد ب 22 شمالا وكام؟ و31.36 شمالا. خلاص، يعني 31.36 شمالا بنقربها ل 32، عشان كده انا طرحت 22 من تقريبا 32، فبلاقي ان مصر بتقع في كام دائرة عرض بقى؟ في 10 دوائر عرضية. خلاص، مصر بتقع وبتمتد في 10 دوائر عرضية. تمام، طيب كده خلصت من الموقع الفلكي. لا يا مستر، ده الموقع الفلكي دوار عرض خطوط طول. برافو، احسنتي. يبقى لسه عنده وتقع بين خطي طول اللي هي مصر كام وكام؟ 25 و37 شرقا. برضو هنا برضو بنلاحظ الامتدادين هنا في جهه واحده في نصف واحد اللي هو النصف الشرقي، يبقى هنا هنجمع ولا هنطرح؟ برافو احسنت، هنطرح، هنعمل ماينس. طب لما اطرح ال 25 من 37 هتديني كام؟ هتديني 12. طب 12 ايه؟ 12 خط طول. تمام، اهو مصر بتمتد بين خطي طول، لاحظوا كده، ايوه 25 شرقا الى 37 ايه؟ الى 37 شرقا. يبقى كده مصر بتمتد في كام خط طول؟ 12 خط طول. خلاص، عشان لو قال لي اكمل تمتد مصر في نقط خط من خطوط الطول هقول ايه؟ 12. تمام، يبقى كده الموقع الفلكي سهل وبسيط جدا ومش محتاجين ان احنا نعيد. تمام، طيب نيجي بعد كده الموقع الجغرافي لمصر. احنا قلنا الموقع، هندرس موقع فلكي وموقع جغرافي، بس الاول هنعرف برضو ايه الموقع الجغرافي. احنا برضو اخدنا مفهوم الموقع الجغرافي كتير. برافو احسنت، هو موقع المكان بالنسبة ليه بقى؟ للاماكن المجاورة، سواء كانت الاماكن المجاورة يابس برافو او ماء. ده التعريف ده او المفهوم ده اخدناه في تالتة اعدادي، هو موقع المكان بالنسبة للاماكن المجاورة من يابس وماء. السنة دي هو برضو نفس التعريف نفس المفهوم، واخد بالكم؟ بيقول لي هو موقع دولة أو منطقة. طبعا دولة اللي هي المكان اللي أنا بدرسه، هو موقع دولة أو منطقة بالنسبة لإيه؟ للقارات اللي هي تعتبر يابس، والبحار والمحيطات اللي هي ماء، والدول المجاورة برضو اللي هي إيه؟ اللي هي يابس. يبقى أنا عندي المفهوم اللي أنا عارفه قبل كده وقلته برضو صح، اللي هو موقع المكان بالنسبة للأماكن المجاورة من يابس وإيه وماء، أو أقول هو موقع دولة أو منطقة بالنسبة للقارات والبحار والمحيطات والدول المجاورة، الاتنين إيه؟ صح. طب تمام، بعد ما عرفنا الموقع الجغرافي أكيد هنطبق بقى. تعالوا كده سريعا كده هنحدد سريعا عشان بعد كده هناخد الكلام بالتفصيل. أنا قلت هنا الموقع الجغرافي يعني يعتبر حدود المكان، باختصار كده حدود المكان، والمكان اللي أنا بدرسه النهارده اللي هو إيه؟ مصر. طب الموقع الجغرافي المصري بيحد مصر من الشمال ايه؟ برافو احسنتم جميعا، البحر المتوسط. طيب من الجنوب ايه؟ دولة السودان. طيب من الغرب دولة ليبيا. برافو، ومن الشرق بقى ايوه دولة فلسطين الشمال الشرقي، ده من الشمال الشرقي دولة فلسطين، ومن الشرق عندي ايه؟ البحر الاحمر وخليج العقبة. ملاحظين كده ان حدود مصر هل هي كلها برية ولا بحرية ولا برية وبحرية؟ برافو، برية وبحرية. ولو جينا كده سريعا نرجع كده هنلاقي عندي كده البحر المتوسط ده حدود ايه؟ بحرية. برافو، طيب دولة السودان برية، طيب ليبيا برية، طيب فلسطين الشمال الشرقي برية، طيب البحر الأحمر خليج العقبة بحرية. تمام، يبقى إذا الحدود في مصر بتتنوع ما بين ايه؟ برية وبحرية. تمام، طيب بعد كده الموقع الجغرافي برضه لمصر، هنحدد على خريطة مصر بقى موقع مصر الجغرافي. يلا كده بقى، أنا عندي هنا قارة أفريقيا
وعرفنا كده ان مصر بالنسبة لافريقيا بتقع في ركن الشمالي الشرقي، تمام. طيب هو قال لي المعلومة دي تاني، عادها لي تاني اهو، وادي بحدد اهو موقع مصر بالنسبة. مهم جدا، لان موقع مصر بالنسبة لافريقيا تعتبر مصر البوابة الشمالية الشرقية لقارة افريقيا، اكن قارة افريقيا دي بيت والبوابة بتاعتها من ناحية الشمال الشرقي هي مصر، تمام. عشان كده بيقول لي ان مصر دي تعد البوابة الشمالية الشرقية لقارة افريقيا. طب وقارة افريقيا مهمة لمصر؟ طبعا قارة افريقيا مهمة لمصر. ليه؟ لانها بتمثل لمصر او تعد عمقا استراتيجيا لمصر. قارة افريقيا تعد عمقا استراتيجيا لمصر، تمام. طيب كده احنا اعتبر حددنا تاني موقع مصر بالنسبة لافريقيا، وعرفنا ان موقع مصر مهم لافريقيا، وافريقيا برضو مهمة ليه لمصر. عاوزين نحدد على الخريطة بقى، على خريطة مصر طبعا، الموقع الجغرافي لمصر. طبعا احنا برضو الكلام ده بنعيده تاني، وهي بتمثل ايه، تعتبر مراجعة، اكنا بنعمل مراجعة في الشمال طبعا، او البحر المتوسط لو قال لي اكمل يحد مصر من الشمال نقط البحر المتوسط، او لو جاب لي خريطة مصر وحط لي رقم في الشمال كده او البحر المتوسط. طيب من الجنوب ايه قلنا؟ دولة السودان اهو نعرضها اهو، دولة السودان. طيب من الغرب ايه؟ ليبيا. احسنتم ما شاء الله عليكم، مصحصحين ومركزين. طيب تعالوا بعد كده، طبعا الغرب دولة ليبيا. طيب من الشرق، تمام، البحر الاحمر وخليج العقبة اهو. طيب من الشمال الشرق ايه؟ دولة فلسطين، تمام، خلاص واضح كل حاجة. طب تعالوا بعد كده الحدود السياسية لمصر. طبعا احنا اتفقنا ان حدود مصر ايه؟ برية وبحرية. طب الحدود البرية اللي هي معظمها، ايوه، بيمتد في النطاق الصحراوي، بتكون مع دول، يعني الحدود البرية مع دول. والحدود البحرية اللي هي ايه؟ بتكون ايه؟ سواحل بحار او محيطات، بس احنا ما عندناش في مصر محيطات، احنا عندنا بحار، اللي هو البحر المتوسط فين؟ في الشمال، احسنت، والبحر الاحمر فين؟ في الشرق، تمام. يبقى الحدود الحدود السياسية برية اللي هي دي في معظمها بتمتد في النطاق الصحراوي، يعني مع دول، وحدود اللي هي السياسية البحرية، تمام. وهنا بقى نمسك بقى الحدود، أنا عندي الحد الغرب لمصر، ده بري ولا بحري؟ والكلام ده برضو هنعيده، برافو، ده بري. ولاحظوا كده اللي هو بيفصل مصر عن ليبيا، بيفصل مصر في الشرق عن ليبيا في الغرب، ودي سهمين، وأنا هقول ليه إن شاء الله بالتفصيل في الفقرة الجاية. وعند الحد الجنوبي ده بري ولا بحري؟ برافو، بري، بيفصل إيه؟ مصر في الشمال عن السودان في الجنوب، تمام. وعندي هنا الحد الشمالي الشرقي ده ايه؟ ده برضو بري. طب الحدود البحرية بقى، البحر المتوسط في الشمال والبحر الأحمر وخليج العقبة فين؟ في الشرق، تمام. طب نيجي بعد كده الحدود الشمالية، هنمسك بقى حد حد، بس طبعا احنا مش هناخد كل الحدود في الدرس ده، الدرس ده مقسم لجزئين، الجزء الأول هناخد الحدود الشمالية والجنوبية، وفي الدرس الثاني هنكمل بقية الحدود. طب تعالوا كده هنحدد على خريطة مصر، احنا مطلوب مننا حاجتين، نحدد الحدود خلاص على الخريطة، وبعد كده نقول امتداد الحدود، يعني بتبدأ منين وتنتهي فين. طب ادي خريطة مصر، الحدود الشمالية طبعا كلنا عارفين ان بيحد مصر من الشمال حدود بحرية اللي هي فين؟ البحر المتوسط. طيب ودي بتمتد على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، بتمتد على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط. طيب احنا كده عرفنا، خلاص عرفنا ان الحدود الشمالية اللي هي بتمتد على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، هي شمال مصر بس بالنسبة للبحر المتوسط جنوب البحر المتوسط، تمام. طيب تعالوا اهي، تمام. طب كده احنا حددنا، احنا عملنا الجزء الاول من السؤال، حددنا كده الحدود الشمالية. طب عاوزين نعرف امتداد الحدود دي بتبدأ من فين لفين. طب هي باختصار بتبدأ منين؟ من رفح شرقا الى السلوم غربا. طب كده انا خلصت؟ لا، انا عاوز بالدقة بقى، بالدقة، بتبدأ من شرق رفح شرقا، خلاص، الى غرب السلوم غربا. انا عندي رفح دي في الشرق والسلوم في الغرب، طب ينفع اقول بتبدأ من رفح للسلوم او من رفح شرق للسلوم غربا؟ لا، انا عاوز ابدأ من اول جزء في رفح اللي هو ايه؟ شرق رفح. يبقى بتبدأ الحدود الشمالية من شرق رفح اللي هي رفح في شرق مصر إلى غرب السلوم، آخر مكان في السلوم. طب والسلوم فين بالنسبة لمصر؟ غرب مصر.
يعني باختصار الحدود الشمالية بتبدأ من شرق رفح شرقا إلى إيه غرب السلوم غربا. تعالوا كده نشوف الكلام ده أهو، الحدود المصرية خلاص الفلسطينية بيقول لي أهو، طبعا بيقول لي يحد مصر من الشمال حدود البحرية تمتد على الساحل الجنوبي البحر المتوسط. منين بقى؟ بيقول لي بتمتد من الحدود المصرية الفلسطينية. طب الحدود المصرية الفلسطينية فين بقى باختصار؟ عند شرق رفح شرقا، هي دي البداية بقى خلاص، بتبدأ من إيه؟ من شرق رفح شرقا. حتى نقطة الحدود بين مصر وليبيا فين بالظبط بالتحديد؟ عند غرب السلوم غربا. يعني باختصار عشان ما نكترش عليكم، لو قال لك الحدود الشمالية بتمتد من فين لفين، يبقى من شرق رفح شرقا حتى غرب السلوم غربا. وبيقول لي ايه؟ ويمتد بموازاتها، يعني بموازات الايه الحدود دي، المياه الاقليميه داخل البحر المتوسط، ودي تابعه لسياده الدوله ايه المصريه. تمام؟ طيب كده الحدود الشماليه خلاص حددنا على الخريطه وعرفنا البدايه والنهايه وقلنا الاختصار. نركز في الاختصار. اهي بنحددها اهو بالسهم، اهي يبقى بدايه الحدود الشماليه اهو شرق رفح شرقا حتى ايه؟ حتى غرب السلوم غربا. تمام. بعد كده معايا الحدود الجنوبية بقى، ادي برضو السؤال نفس السؤال، هنمشي بنظام واحد في كل حدود، هنحدد على الخريطة الحدود الجنوبية وبعد كده نوضح امتداد الحدود. ادي خريطة مصر اهي. طبعا لو انا برضو سألت سؤال الحدود الجنوبية حدود بحرية ولا برية، احنا طبعا احنا قلناها، برافو عليكم جميعا ما شاء الله مركزين ومصحصحين، حدود برية فعلا زي ما قلنا. تمام، حدود برية خلاص، بتفصل بين دولة ايه ودولة ايه؟ ايوه بين مصر في الشمال والسودان في الجنوب. تمام. طيب هنا بيقول لي ان الحدود الجنوبية دي بتتماشى مع دائرة عرض 22 شمالا. لو انتوا فاكرين كده احنا قلنا من مصر بتمتد بين دائرة عرض 22 شمالا و31.36 شمالا. خلاص؟ يبقى اذا الحدود الجنوبية بتتماشى مع دائرة عرض كام؟ 22 شمالا. اهي. دي دائرة عرض كام؟ 22 ايه؟ شمالا. تمام، واضحة؟ واضحة. تمام. طب امتدادها بقى، احنا حددنا خلاص الحدود الجنوبية، امتدادها من ساحل البحر الأحمر شرقا، خلاص أهو دي من ساحل البحر الأحمر شرقا، دي بداية الحدود الجنوبية من ساحل البحر الأحمر شرقا. لاحظين كده؟ يبقى الحدود الجنوبية سهلة جدا، حدود برية بتفصل مصر في الشمال عن السودان في الجنوب، وقلنا بتتماشى مع دائرة عرض 22 شمالا. تمام، وامتدادها بتمتد من ساحل البحر الأحمر شرقا زي ما حددنا كده. تمام، من ساحل البحر الأحمر ايه شرقا اهو حتى جبل عوينات ايه غربا. طيب طيب هنا عن حتى جبل عوينات غربا، عند التقاء دائرة عرض 22 شمالا مع خط طول 25 شرقا اللي هو ده، شوف لاحظوا كده، يعني بيقول لك ان نهاية الحدود الجنوبية ده عند التقاء 22 شمالا خلاص مع خط طول 25 شرق، 22 شمالا مع 25 ايه شرقا. يبقى الحدود الجنوبية بتبدأ منين؟ ايوه من ساحل البحر الاحمر تمام اللي هو شرقا، وبتنتهي فين؟ عند جبل عوينات غربا. طب انتهائها بين ايوه دائرة عرض 22 شمالا مع خط طول 25 شرقا. طيب بعد كده احنا كده انتهينا من الجزء الاول من الدرس، معاه مجموعة اسئلة هنذاكر ان شاء الله ونحل الاسئلة دي. ما المقصود بالموقع الفلكي والموقع الجغرافي؟ اكمل. تقع مصر في الركن نقط من قارة افريقيا، ويحد مصر من غرب دولة نقط، والحدود الشمالية لمصر حدود نقط. انا واثق ان كلكم ما شاء الله هتذاكروا كويس وهتحلوا الاسئلة ديت، لان انتم ما شاء الله كنتم مركزين معايا. بما تفسر اكتسبت مصر في الماضي والحاضر اهمية كبرى. وإن شاء الله نكمل الدرس المرة الجاية، وبالتوفيق والسلام عليكم.